بمناسبة الأساطير، قابلت كابتن خطيب ولا لسه؟ لا لسه. وكلمك في تليفون أو حاجة ولا لا لسه؟ لسه 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 برضه. بس أكيد لازم أشوف إن شاء الله. آه نفسك تشوف كابتن خطيب. طبعًا. تعمل إيه؟ أنا إمبارح لما رحت النادي الأهلي سألت عليه. بتدور عليه. لا سألت بصراحة، قلت لهم كابتن محمود هنا، قالوا لي لا مش موجود، هتشوفه في التمرين إن شاء الله. آه إن شاء الله. أتمنى إن أنا أشوفه أول تمرينة ومشرف على كرة القدم، وبالتالي بتلاقيه يعني طبعًا في أتمنى التمرين. إن أنا أشوفه يعني. هتعمل إيه بقى لما تشوفه؟ مش عارف. مش عارف، الله اعلم رد الفعل هيبقى ايه. بس تبقى حاجه كويسه بالنسبه لي، انا هبقى مبسوط بحاجه زي كده. يعني ابقى مبسوط ان انا شفت الكابتن محمود الخطيب. طبعا اسطوره طبعا من اساطير كره طبعاً. القدم المصريه والافريقيه. طيب